بيوصلوا لمبنى البرلمان. دولة رئيس الوزراء يا فندم. ايوه يا فندم. عمال العنابل عاملين دوشه كبيره قوي. اتخذوا كل الاجراءات ووقفوهم عند حدهم. جاني دلوقتي تقرير بيقول انهم حرقوا العربيات وعطلوا القطارات وقطعوا التليفونات. يا فندم نفتح عليهم النار. امرك يا باشا. وادي جواب خطيبتك. فاكر قوي انت فين يا اخي؟ قلبت. اهلا يا ابراهيم. اتفضل يا سيدي جواب بنت عمك نجوى. مدهش يا محمد، مفيش حد عارف منا يوصل لاسلوبك اللي بيشعل العواطف. مع ان عمره ما حد. انا حبيت بالمراسله. يا اخي انا مش فاهم ايه لازمه الجوابات دي. دي نجوى بنت خالتك وبنت عمك كمال باشا المانستيرلي، يبقى مؤكد بتشوفها كتير. يا سيدي الخناقه واخده حقها بين العيلتين. مصير حبكم يجمع الشمل. يا ريت يا محمد، يا ريت ان شاء الله. محمد حاجه كده على ما اقسم. ايه ده ابراهيم؟ دي اهانه، ده احنا اخوات يا اخي. طب اسمع يا محمد، نجوى طلبت مني اشوف مدرس عربي لاخوها، تقدر تديله دروس؟ وهيدوك 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه؟ اه. ده انا اديله ودي لابوه كمان. طب يلا بينا. ادريس، يا ادريس. نعم. محمد افندي عبد الكريم. اتفضل يا فندم. Thank you.
اهلا يا هاني. محمد افندي عبد الكريم؟ ايوه يا فندم. انا نجوى المنستر. ايوه عارف. قصدي اهلا وسهلا. ايوه عارف قصدي. عارف ايه؟ عارف ان انا نجوى؟ المفروض انك تعرفني على طول. ابراهيم قال لي انه وراك صورتي وانه بيحكي لك عني. ايوه بس ما بس ايه؟ انا مش شبه الصوره؟ طب قولي بقى انه احلى؟ انا ولا الصوره؟ يعني حضرتك طبعا. كويسه حضرتك دي. انت مكسوف ليه؟ لا 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 انا عايزك تقعد هنا على راحتك خالص، يعني تحس انك قاعد في بيتك. بيتي؟ حاول. بابي اهلا بابي. اعرف محمد افندي عبد الكريم مدرس العربي بتاع فؤاد. بابي معالي الباشا كمال باشا المنستيرلي. تشرفنا معالي الباشا. محمد افندي انا مبسوط اني اشوفك. نجوى قالت انك مدرس شاطر وانك نجحت ميرفت بنت سليمان باشا بعد ما سقطت 3 سنين ورا بعض. عشان كده يا بابي انا كمان عايزاه يدرس لي. مدرس العربي بتاعنا اللي في الليسي مش بفهم منه اي حاجه. وما بتقوليش من زمان ليه؟ خلاص محمد افندي انت مسؤول عن نجوى كمان. انا عاوزك تديها كل اللي عندك. انا عاوزها تكون مبسوطه على الاخر. تصور يا بابي بيت عمي عاوزين يدرس لابنهم ب4 جنيه في الشهر. ايه؟ لا مستحيل. محمد افندي انت اذا دخلت بيت الناس دول ما تخشش بيتي. خلاص يا فندم ما مش هدخل. اسمع محمد افندي خد. انا هدي لك 10 جنيه في الشهر على شرط انك ما تحطش رجلك في بيت الصعاليد دول. خد. تحت امرك يا معالي باشا. ميرسي يا بابي قوي قوي. امال فين الناس؟ فؤاد قصدي فؤاد بيه؟ فؤاد؟ اخو حضرتك. لا انا اللي هبتدي الاول. اتفضل. ياما. اما ايوه تكاكيت يا محمد. تعالي ياما تعالي. تعالي تعالي فرجت خلاص. تعالي دوقي وكلي وطبخي واعملي اللي انت عايزاه. فرجت خلاص. ايه يا اما هو كوز ده على طول في وشي كده؟ ما شوف له بيلعب بتاع الساكسونيا ولا حاجه. ربنا يرزقك يا ابني وتجيب المتحف ان شاء الله. ياما ان شاء الله. امال فين ابويا يا عم؟ فين ابويا؟ قاعد جوه في التراسيل. تعال الحق يا ابو محمد. يابا تعال شوف ابنك جايب ايه. اتفضل يابا. علبة دخان اهي غير اللي انت بطلته عشان. تعال شوف يا ابو محمد ابنك محمد جايب ايه. يا ما جاب الغراب لامه. يابا بدل ما تقول لي كلمه حلوه ده انا فرحان اللي ابتديت اكسب واساعدك. قول له يا محمد. شكلها ايه بنت الباشا اللي بتديها درس دي؟ شكلها هيكون شكلها ايه؟ بني ادمه زينا زيها. انا سمعت انها جميله قوي. انت ما بتخافش منها وانت قاعد بتديها الدرس؟ خاف من ايه؟ ده حتى تلميذه بليده. لا مش قصدي. طب انا خايف عليك يا محمد. اللي درسناه ان الجمله الاسميه بتبتدي الجملة الاسمية بتبتدي باسم. طبعا بنسمي اللي بيجي في الاول المبتدأ وبعدين بعد كده بيجي الخبر. غريبة. انا اعرف عنك كل حاجة لكن ما كنتش اعرف ابدا انك بتتكسف. ايه ساكت ليه؟ مش عايز تعترف انك خبير؟ خبير في ايه؟ ابراهيم قال لي انك خبير في شؤون الحب. انا بس النوع ده من الرجاله ما بيتكسفوش. ايه ساكت ليه؟ مش عايز تعترف انك خبير؟ وقال لي كمان انك بتعرف 10 بنات في وقت واحد. انا ياكلوا اكل كل يلعبوا لعبه. نجوى ايوه اقري الكلمه دي من فضلك. اسال محمد افندي اخويا فؤاد.
اهلا فؤاد بيه. اهلا. اقعد. متشكر. أيوة. وبهذا الايمان استطاع العرب ان يؤسسوا دولة قوية. ان يؤسسوا دولة قوية. وبهذا الايمان استطاع العرب ان يؤسسوا دولة قوية تنشر كلمة الحق وتدعو الى المحبة والاخاء والمساواة. متشكر. الدنيا ابتدت تحرر. انا مش لاقي اروحي. المؤاخذه ما ايه ده انت طويل قوي. شوي. ده انا اطول من ابراهيم. تعالى كده لما اشوفك اطول. تعالى بس قرب 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 قرب. اشوفك اطول مني بقد ايه؟ انا مش فاهم. حوالي 10 سنتي مش كده؟ تقريبا. اقعد نكمل الدرس. احنا بنضيع وقت في كلام فاضي كتير. فعلا بنضيع وقت في كلام فاضي كتير. فلفل. فلفل. اوف. ده ما بقتش لغة عربية، ده بقت لغة تانية خالص. بموت فيك يا والنبي. اعرفك يا سيدي، فلفل الكلب بتاعي. اهلا وسهلا. شفت التعب قد ايه؟ لطيف. حياتي يا تام. انت كلب لطيف. بموت فيك انت يا حلوة يا بنت. طيب استاذن انا بقى علشان استنى. الله اخص عليك. خليك جانتي. انا عندي كلام كتير قوي عاوز اقوله لك. اوبا. كلام ايه بس؟ ابراهيم قال لي انكم رايحين رحله لاسكندريه، واحنا كمان طالعين رحله في نفس الوقت. طبعا هتروح. ما افتكرش. ايه ما معكش فلوس؟ ده الاشتراك بتاعها 5 جنيه بس. مش حكايه فلوس، انا معايا فلوس. معاك فلوس؟ يبقى هتطلع بقى رحله عشان خاطر يعني. اوكي ان شاء الله. استنى، كنت هتنسيني. النهارده يا سيدي انا رحت الشكوريه. اوبا. ونقيت لك من هناك بدله وكرافات تليق عليها. يا رب بقى ذوقي يعجبك. اوبا. ايوه بس امسك بس. اما اوريهم لك. بمناسبه ايه حضرتك بتجيبي الحاجات دي؟ ايه اللي بمناسبه ايه؟ يوه. بقول لك عشان تروح بيهم اسكندريه. ايوه بس يلا يلا. طب اقلع هدومك. نعم. بقول لك اقلع هدومك يلا بسرعه. ايه كده؟ اقلع ازاي بس؟ خايف من ايه؟ يلا لا بسرعه يلا. ايوه بس احب افهم. يوه. لا لا مش مساله اني انا خايف منك، يا بس مساله القلع دي يعني. انت فاهمني غلط. انا عايزاك تقيس البدله عشان اعرف اذا كانت ماسك ولا لا. يلا يلا بسرعه اقلع هدومك يلا. حضرتك تطمني، هي مساله المقاس كويس خالص، وانا يعني متفائل وكويس. طيب عجبك ذوقي؟ ايه عجبني. ايه لا مؤاخذه الطربوش، معلش الطربوش. ايه اللي بتعمله ده الطربوش؟ طيب طب بشويش بشويش بشويش. حضرتك متشكر قوي. متشكر. خصوصي وما تسيبنيش واقفه. على كل حال انا هاخد اول قطر مسافر مصر. ليه؟ هو انت لحقتي تشوف حاجه في اسكندريه؟ انا جيت عشان اشوفك انت، مش اشوف اسكندريه. طب لحظه لو سمحت. ايه خبر؟ على اذنك بقى لحسن، دول بعدوا قوي. خايف تتوه منهم؟ اقعد ولا سافر؟ سافري. نعم قصدي اقعدي. وهشوفك. لا يبقى سافري. اسافر؟ اقعدي بعد عن اذنك بقى، ما احسن كده ممكن حد منهم يشوفنا. تعالى هنا. ايه ربنا ما هشوفك على بلاش سيدي باشر. طيب بس ما بسش. طيب. ازيك؟ ازيك انت؟ ايه مالك؟
يشوفنا حد يشوفنا، هو احنا بنسرق؟ انت عارف ان انا جايه رحله دي علشانك، وهاول يوم فات كله ولا شفتكش، والنهارده كمان عايزه يخلص من غير ما اشوفك. حلوه قوي ميو ده. انت عايزه الحقيقه؟ انا مستلفه. هتفضل واقف كده؟ تعالى تعالى. اما شكلك في الميو يجنن، مليان رجوله. الله. ايه الوحمه دي؟ انبا طعمه بشكل. لازم اهلك كانوا معلمينك بيها وانت صغير عشان ما تدوش. مظبوط. بس هنقوم حالا بعملية خطف. خطف؟ خطف مين؟ هنخطف نجوى. اتفضل. اهتم في الساعة الثامنة من مساء أمس عقد قران صاحب السعادة حسين باشا الأشموني سفير مصر في روما على ربة الصون والعفاف الأنسة نجوى. أنا متأكد إن عم الباشا هو اللي أرغمها على قبول الجوازة دي، عشان كده لازم نخطفها لازم، حتى لو اقتضى الأمر إني. إيه ده؟ تجننت؟ ده مش معمول عشان تقتل بيه عمك، ده معمول عشان تقتل بيه واحد من جيش الاحتلال. امال هنعمل ايه؟ افضل اني اروح لها الاول بحجه اني قريت الخبر في الجرايد وجيت اهنيها، وبعدين اتفق معاها ازاي تهرب معاك. كويس. انت اتجننت؟ انا بحب حسين باشا الاشموني، وانا اللي طلبت منه انه يتجوزني. انت اللي طلبت منه انه يتجوزك؟ طبعا. حسين راجل شيك جدا، يشبه ممثلين السينما، عنده شنب رفيع وكم شعريه بيضة، يجنن. انا دلوقتي بس اتاكدت انك انسانه مجنونه، بتحب اتنين اصحاب وهتتجوزي تالت عنده 60 سنه. ولو كان عنده 80 كنت اتجوزته برضه. انا طول عمري بحلم بالراجل عنده خبره بالستات. انا صحيح حبيتك، لكن لقيتك لسه خام في سنه اولى حب. بتضحك على ايه؟ افتكرت ابويا ايام قال لي على بيوت الزواج وحذرني منهم. بتقول ايه يا محمد؟ بقول انكم عايشين في دنيا غير الدنيا، ربنا مديكوا نعمه وما انتوش حاسين بيها، بتلعبي بعواطف الناس لانك اتعودت تلعبي بكل شيء. انت هايل النهارده يا محمد، مليان حراره. يا ريتك تعرفي امي عايشه ازاي، وفي كام مليون واحده زيها في مصر. فيك رجوله مش معقوله النهارده محمد، انت مثير جدا، مثير قوي. محمد بوسني، بوسني يا محمد. الو، دولة رئيس الوزراء، انا حرم وزير الحربية، المجرمين خطفوا جوزي. ده خبر مزعج جدا، لكن مين هم اللي خطفوا جوزك؟ لازم عمال العنابر عايزين ينتقموا منه. اطمئني يا هاني، احنا هنقبض على الجناح حالا، وانا هكلف عون باشا حافظ انه يشرف على التحقيق هو بنفسه شخصيا. قبضنا يا فندم على شخص كان بيحوم حوالين بيت معالي الوزير. المجرم دايما يرجع مكان ارتكاب الجريمة، هو فين؟ في البدروم. يا عالم انا مش انا العنابر.
معالي الوزير الحربيه فين؟ انا عمري ما شفته. كنت بتلف حوالين القصر دي؟ انا كنت ماشي من بيتي في جزيره بدران رايح لشغلي، وبعدين عديت على القصر في سكتي. والله العظيم ما خطفت الباشا رفعت. وعرفت منين انه الباشا اتخطف؟ ضربوني وقالوا لي انت اللي خطفت الباشا. كذاب كذاب يا فندم، احنا بس سالناه عن المكان اللي اخفى فيه سعاده الباشا. ما هو باين عليه خبيث ومجرم ومتعود على الاجرام. ابدا والله، ده انا حتى ماليش ثواب يا سعاده البيه. انا باشا يا كلب. قلعوه، شوفوا اصحاب جسمه. عورته وانت بتنط من فوق السور. ده جرح من ضربة عسكري في مظاهرة عمال العنابر. علشان كده جاي تنتقم من وزير الحربية، لأن عسكري من بتوعه عورك. اضربوه لغاية ما يعترف. واعترف. ابويا انا؟ معقول يا معلم؟ اسمع الكلام قبل ما تطب عليكم البوليس. أنا أبو خطوة صاحب قهوة سيدي فرح. يبقى أنت محمد عبد الكريم. أيوة، بس إيه الحكاية؟ خدوه. الله ياخدوه ليه؟ هو عمل إيه؟ خدوها هي كمان. الله حاجة يا فندم. أنت مرات حنفي عبد الكريم؟ ايوه. مين اصحاب جوزك اللي بيزوروا في البيت؟ انا ما بظهرش على رجاله ولا بفتح لهمش الباب حتى. بلاش كذب يا فجره. فجره؟ ايوه فجره وعهره كمان. خد صورة لعربية الوزير بالمرة. حاضر. دولة رئيس الوزراء يا فندم. أنا عوني حافظ يا دولة الباشا.
احنا تمكنا من الحصول على اعتراف كامل من الجان انه ذبح وزير الحربية وحطه في شنطة ورماه في النيل. عفريت الباشا. عفريت شوفوه نايم جوه. عفريت الباشا تأكد يا دولة الباشا، طول ما انا موجود يبقى الامن في البلد بخير. شكرا. الباشا وزير الحربية حي، وجدناه يا فندم، شفته ماشي على رجليه. ايه؟ معالي الباشا، ألف حمد لله على السلامة. احنا مسكنا الجاني واعترف بتفاصيل جريمة خطف معاك. محدش خطفني ولا حاجة، أنا نمت في العربية والظاهر السواق الحمار فتح باب العربية وافتكر اني نزلت في الضلمة، فراح قافله وجرش العربية وسابني نايم جواه. ازاي؟ مش ممكن، كنت سكران. اصلي السواق بتاعك كان سكران. لا انا ولا السواق كنا سكرانين، المسؤولين عن الامن هم اللي كانوا سكرانين. ألف حمد لله على السلامة. باع الحق وزهق الباطل. أنا مش قايل لك يا رجالة، أنا قايل لك إن الحكومة دي بتتأكد عشان تطول تذبح بالعمال. آه، هم الراجل هو إيه سخرهم ونايم في عربية، لكن هم برضه ما همهمش وهذا ضرب بالعمال بالقرابين. كل من الراجل اللي اسمه عامل حاطط ده، ده كنت هتسيب الغلابة اللي زينا. والله ده كنت شفته ده كنت قتلت. ربنا قادر على كل قادر. ما تصورش فرحتنا فرحتك قد إيه يا أسطى حنفي. مبروك مبروك حفظوك تحليك، وانت يا ابو محمد حر طريق، والسجن يهون ما بوقفل وصول، وخصوصا لما يخشوا بريق بريق بريق. مبروك 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 مبروك. يا ما في الحبس يا ناس مظاليم، وده عنده قلوب وده ولا مليم، ده العدل يا ناس يا ناس للملك اساس اساس، ده العدل يا ناس يا ناس للملك اساس اساس. ويا بختك يلي كله صديق صديق صديق. مبروك 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 مبروك. لو فدي قلبك بسرعة ميلا. مبروك 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 حفظوا التحقيق، وانت يا ابو محمد حر طريق. حط الرزيق انا انت وهو. الزيطة اللي انت عاملها دي مش عشان براءتي، عشان انا ذبحت وزير الحربية ورميت جدته في النيل السعيد. سامع يا وفدان؟ انا اللي ذبحت وزير الحربية. رفدوه من شغله وبخت عليه بمليم معاش او مكافأة. زمايله في العنابر جمعوا له المبلغ ده. انت عارف الملاليم اللي بيقبضوها ما تكفيش حاجة. الهي عجل نهايتك يا عون يا حافظ، كله منك، راجل سفاح ومفتري.
قابلني بكره الساعه 6 في جبلية جنينة الحيوانات. مش واحد يجري ايده مسدس؟ ايوه هو قصير واصلع ولابس جلابيه وجري من الناحيه دي. شفتش واحد يجري ايده مسدس؟ الست دي بتقول انه قصير قوي لابس جلابيه واصلع كمان. مساء الخير يا ام. مساء النور يا حبيبي. يا احلى ام في الدنيا.
وزير الحربية. ايه الريحة الحلوة دي يا ابني؟ أنت كنت فين؟ يا سلام يابا، أما حلوة بشكل. هي مين يا ابني؟ الحرية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. محمد. اهلا يا محمد. اهلا وسهلا. اخص عليك، انت ما تجيش الا لما انتهلك. ايه هتفضل مخاصمني؟ لا ابدا. المهم انا جبتك النهارده عشان اقولك ان مامتك ولدتك ليله القدر. انت هتسافر معايا ايطاليا. ايطاليا؟ ايوه ايطاليا. انا يا محمد اكتشفت بعد اخر مره شفتك فيها انك الراجل اللي انا عايزاه، وفتره غيابك عني خلت حبي ليك زاد. ما تتصورش انا بندم قد ايه على الفرصه اللي ضيعتها في اسكندريه. انا مش فاهم ايه علاقه ده بايطاليا. يا سيدي جوزي قال لي ان في وظيفه امين محفوظات فاضيه في السفاره هناك، فقلت له اني محتاجه اتابع دروس العربي وانا في ايطاليا، فوافق على طول على تعيينك فيها. وايه اللي خلاك تعملي ده كله عشاني؟ ده مش عشانك، ده عشاني انا، عشان احنا الاثنين في ايطاليا هيبقى قدامنا فرص كتير قوي نقضيها مع بعض. انت نسيت انك ست متجوزه؟ لا طبعا ما نسيتش. حسين جوزي هيضطر يسافر يوغوسلافيا يومين كل اسبوع، وفي اليومين دول هبقى ملكك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ انا يستحيل اودي امي دور العشيه اللي بتشتريه بفلوسك. اللي يرفض عرض زي ده لازم يكون مجنون. اللي بتعمليه ده هو الجنون نفسه. ثم انا بحب واحده ثانيه. انت كلب سافل. انا مش عايزه اشوف وشك ثاني. امشي خد بره. انا مش عايزاك. مش عايزه اشوف وشك ثاني. مش عايزه اشوف وشك ثاني. مش عايزه اشوف ايه؟ فين انا؟ بالعقل يا بابي. ايه بقى تتنسي ده عني؟ تنسي ان انا ست محترمه ومتجوزه. بحاول حاول يعضني ويبصني. ايه؟ لا لا يا باشا ما حصلش. بره يا باشا هساعدك. بره يا فندم. ما حصلش. انا حاجه مش مظبوطه. بره يا فندم. بره بابي. دول ناس دول انا هعرف اوريه الكلب. انا هحبسهم من الجامعه وامنعهم العمل في كل دواوين الحكومه. انا هخلي دول يشحت في الشارع. هما ضربوني بس دول فصلوني من الجامعه. بقيت في الشارع زبيدة. مشكلتي اني فقير. كنت بتعلم بالمجان عشان التفوق. دلوقتي لا علم ولا شغل. الحكومة منعت التعيينات في وظيفة. هو انت منتظر من الحكومة اللي فصلتك من التعليم ممكن تعينك في وظيفة؟ دور على شغل في اي حتة يا محمد. اي شغل ولو صغير مش عيب. العيب هو البطالة. انت هتكبر في نظري مليون مرة وانت بتشتغل. انا كنت محتاج لكلامك ده. مش قادر اقولك احنا ابتدينا نبيع عفش البيت عشان نعيش. صراحتك دي بتخليني احبك اكتر يا محمد. الرجاله ما يحكوش للست غير الحاجات اللي بيفتخروا بيها، لكن انت بتحكي لي عن دموعك قبل افراحك. لو عايز تثبت انك بتحبني فعلا لازم تيجي لي المره الجايه وانت بتشتغل. اوعدك يا سبيده. والله يا ابني وحياة النعمة دي لو عندي وظيفة فاضية معزها عليك. بس أنا سمعت إن في وظيفة فاضية تحت في الورشة. وظيفة السمكاري، أنت تفهم في السمكرة؟ أنا خريج آداب. آداب؟ هي الآداب دي شغلة؟ طب أمال. شوف يا ابني أمور الدنيا أربعة: إمارة فتجارة فزراعة فصناعة، فمن لم يكن من أهلها صار نكبة على الناس. طيب. السلام عليكم. بسم الله. متشكر. الأداب
16 16 15 يا سيدي. يبلغ الدكتور باهر؟ ايوه. طب خلي بالك يا اسطى لحد ما ارجع. ان جه الحاج قول له اني وصلت لحد بيت الدكتور باهر. انا متشكر جدا على امانتك دي. انت من حقك دلوقتي انك تاخد مكافتك القانونية على الاقل. لا يا فندم العفو، دي امانة وواجبنا اننا نردها. هات قهوة يا فتحي. حاضر. لا معلش يا فندم، انا بس بشكر الظروف اللي خلتني اتعرف بسعادتك. الحقيقة والدي ياما كلمني عن سعادتك. والدك مين؟ الاسطى حنفي عبد الكريم، بيشتغل عامل في عنابر السكة الحديد. انت ابن الاسطى حنفي؟ ايوه يا فندم. ده راجل له بطولات كتيرة في ثورة 19. اتفضل. وازاي صحة والدك دلوقتي؟ في الحقيقة يا فندم اتهموه بمحاولة قتل وزير الحربية، ومن كتر التعذيب صدق ان هو اللي قتله، فصلوه من وظيفته، ومش بس كده فصلوني انا كمان من الجامعة. لا حول الله. وانت طالب في الجامعة؟ ايوه يا فندم، في السنة النهائية، بس دلوقتي بشتغل مع الحاج حسين مغازي المكواجي عشان نقدر نعيش. لا مش معقول، ده مش مكانك ابدا. انا لازم اشوف لك شغلة احسن من كده. انت شاب وطني ومتعلم، وجورنالنا محتاج للشباب اللي زيك. ادينه 539 بستان، ده توفيق صاحب جورنال الجهاد، بتقرا له طبعا. توفيق، انا باهر، عندي شاب وطني وعايزك تشغله عندك في الجريدة. طب متشكر، مبروك. تروح تستلم من الليلة الساعة 9. مش هتصدقي. أولا اللي بيكلمك ده الأستاذ محمد أفندي عبد الكريم، الصحفي بجريدة الجهاد، بمرتب قدره 5 جنيه شهري. مش معقول يا محمد، حصل إمتى الكلام ده؟ الدكتور باهر هو اللي شغالني في الوظيفة دي. وهناك بقابل كل السياسيين الكبار. امبارح بس كانوا مجتمعين عشان ينظموا مقاطعة الشعب للانتخابات اللي بيجريها صبي باشا. مبروك يا محمد، ما تتصورش انا فرحانة قد ايه. انت السبب يا سبيدة، لو ما كنتش سمعت كلامك وقبلت الوظيفة في محل المكواجي ما كنتش وصلت للشغلانة دي. انت اللي اديتيني الامل، عشان كده انا جاي وناوي اكلمك في موضوع مهم جدا. خير يا محمد؟ انا قصدي انا وانتي نتجوز يا سبيدة. نتجوز؟ ده قرار انا خدته من زمان، من يوم ما خدت مني المسدس، وبعدين جددته لما شفت في الجنينة أول مرة وانت متحجبة، وتالت مرة لما بقيت أقبض ما هي محترمة تخليني ما تكسفش أتقدم ليكي. بس ازاي؟ مش هقدر يا محمد. ما تقدريش ليه؟ ما اقدرش اسيب شغلي. ما تسيبهوش، انا ما عنديش مانع تفضلي في شغلك. اصل عملي كممرضة يمنعني من الجواز. مفيش حاجة تمنع اتنين بيحبوا بعض من الجواز، إلا إذا كنت ما بتحبنيش زي ما بحبك. أنا مش بحبك وبس، أنا بعبدك. لكن لا، الحب مفيش كلمة لكن. أنا مسؤولة عن حياة 7 أشخاص يا محمد، أبويا وأخواتي الستة الصغيرين. ما تخافيش، أنا كمان هبقى مسؤول عنهم معاكي. طب اديني مهلة أفكر. زبيدة، الأسبوع الجاي ميعادنا بنتقابل، دايما تكوني جاية مستعدة للجواز. سمعت اللي أنا قلته ولا لأ؟ وهتقبلي. أنا يا محمد مستعدة أروح معاك لآخر الدنيا. تهمة عزيز مرهم ودياب إنهم فضحوا تزوير الحكومة للانتخابات في جريدة الجهاد، ولذلك مفيش حاجة هتبرأهم وتنقذهم من السجن غير حصولنا على المستندات اللي تؤكد التزوير ده. طب وهنحصل على المستندات دي ازاي يا فندم؟ عندنا اخبار ان عوني باشا سحب ملف المستندات من مكتبه في الوزاره وخده مع اهل بيته. ده رسم الدور الفوقاني، وهنا اوضه النوم، وفيها مكتبه، المكان الطبيعي علشان يخبي فيه المستندات. مساء
مسألة محتاجة الواحد فدائي يدخل بيت عوني باشا ويسرقه. تحب أقتله كمان؟ يعني أنت مستعد تقوم بالمهمة؟ ده هيكون شرف كبير ليا يا فندم. بكرة بعد نص الليل تتمشى جنب بيت الأستاذ عبد العزيز عضو الحزب بتاعنا، بيته جنب بيت عوني حافظ، هتلاقي المعلم وهدان، وده راجل وطني، هتلاقيه عامل اللازم مع الحراس. مساء الجمال، اشرب اشرب. شد مية مسا. ده سواق الأستاذ عبد العزيز، تقول له كلمة السر، الزفاف. الزفاف. حاضر. ايه ده؟ تهيؤات، اصل الصنف معتبر. مساء جمال. شد. عوني هو اللي حضر الوثيقة اللي بتأكد ان الحكومة زورت الانتخابات، والمعارضة صدقته. عوني نفسه؟ غريبة، دي ضد الحكومة. هي ضد الحكومة لو كانت الوثيقة سليمة، لكن عوني زورها ووقع المعارضة في الفخ وعرضهم للمحاكمة. متشكرين على المعلومات دي. ما تشكرنيش، انا واحده من اللي ظلموا معوني حافظ. اذا كان ابوك ده اكرابيكو 10 ساعات، فانا وابويا بقالنا 10 سنين بندوق كرابيكو. زبيدة احكي لي كل حاجه. احنا بيجمعنا شعور واحد وهدف واحد. ابويا راجل فقير زي ابوك تمام، كان بيشتغل سكرتير عوني حافظ لما كان مدير امن. في الوقت ده اخواتي بقوا 5، وحالتنا الماليه بقت وحشه جدا، وامي عيت بالذبحه، واضطر ابويا يستلف 5 جنيه من عوني علشان يجيب لها الدواء ويعالجها.
واخدني انا واخواتي علشان نشكره وعجبته وطلب انه يتجوزني. انا مش ممكن ادفن بنتي بالحياة. عوض دي عندها 15 سنة وهو عنده 50. اذا ما اتجوزتش لبيدة خلال اسبوع واحد هحصلك من وظيفتك. انا ما فيش حاجة تقف في سكتي. تهديد عوني حافظ ده معناه ان احنا نموت انا وانتي والولاد الستة من الجوع. بابا انا هتجوزه يا بابا. مش ممكن يستحيل نموت كلنا من الجوع ومرميش بنتي الرمية السودة دي. فردوش انت عاكي محتاج لدواء باستمرار ولو اترفدت مش هلاقي تمن الدواء. العيب مش هيقتلني اللي هيقتلني الجوازة دي لو تم. الدولة كلها بتخاف من عوني بيه. مفيش مخلوق هيقف معانا في المحنة دي ابدا. ربنا قادر على كل قادر. ما تعيطيش يا بنتي. لازم تصدقني يا محمد. الايام اللي جايه هتثبت لك ان عمري ما كدبت عليك. وان حبي ليك هو اللي خلاني بعدت عنك لاني خايفه عليك. محمد يا محمد. ايوه اتكلم في التليفون. اسمع يا محمد لازم نشوف طريقه نتقابل بيها من غير ما نلفت النظر. بلاش مكان عام. طب انا هشوف طريقه وحابه اقول لك. مع السلامه. انا عارفه اني هعطلك لكن اعمل ايه؟ الخدامين دول هيخلوني اتجنن. ايه اللي حصل؟ سنيه عايزه تتحكم فينا، عايزه تغير اجازتها من يوم الجمعه ليوم الاربعاء. قلت لها انت عارفه ان خدامين القصر كلهم اجازتهم يوم الاربعاء لان الباشا بيتغدى عند رئيس الوزراء وانا ما اقدرش اقعد لوحدي. طبعا. قالت لي ان اخوها اللي بيشتغل في مصنع السكر في الحوامديه بقت اجازته يوم الاربعاء وانه بيجي لها مخصوص علشان يشوفها وهي ما تقدرش ما تشوفوش. يعني بالسم انا فاضي لمشاكل الخدم. انا مشغول بمشاكل الدوله. اندهيني سنيه. سنيه سنيه تعالي كلمي الباشا. جرى ايه يا بنت؟ انت عاوزاني اعمل ايه؟ اطلب من رئيس الوزراء يغير مواعيده علشان اخوك الصعلوك ده؟ يوه ويجرى ايه يا سيد الباشا؟ ما هو بيتغدى كل يوم. يبقى يعزم الوزراء بتوعه في اي يوم تاني. انت اتجننتي ولا ايه؟ خلي اخوك يجي يشوفك هنا. بس هقابله فين يا سيد الباشا؟ تقابليه فين؟ يعني هتقابليه في الصالون؟ تقابليه في اوضتك اللي في بدرون طبعا. متشكرين قوي يا سيد الباشا. متشكرين. دايلي حد من البهايم اللي واقفين على الباب علشان اديله اوامر. واسمعي اخوك يخش من الباب الوراني. حاضر. أنا أخو سنية ممكن؟ اتفضل في البدروم. شكر. We'll be right back.
اسبوع واحد يخيني او حشك اسبوع. انا اول ما خرجت من هنا ووصلت لباب القصر كنت عايز ارجع تاني. حبيبي يا محمد. مش قادر اتحمل اكتر من كده. بتعذب، انا بتعذب يا محمد. مش قادره اكون عاقل اكتر من كده، مش قادره. احنا لازم نتجوز. انا عارفه ان دي انانيه مني. طلاقي من عوني معناه طرد ابويا من وظيفته واخويا من شغله. اخواتي هيموتوا من الجوع، لكن مش قادره، مش قادره. انت عارف ان مفيش بيني وبين عوني اي حاجه. أنا عايز أعيش وأتمتع بشبابي مع الراجل اللي بحبه. طمنيني يا سميرة، إحنا بنقاوم الظلم واستبداد الحكومة وهنقتل نفوذ عوني خالص. إحنا مش بس بندافع عن حبنا، إحنا بندافع عن حب الملايين من الناس. إذا كنا مش قادرين ندافع عن حبنا يبقى هنقدر. اسمع يا محمد، أنا شايفة إن إحنا نسيب بعض دلوقتي. أنت مشغول بحب أكبر من حبي، حبك لمصر وللشعب. انا مش بلومك، بالعكس انا فخوره بيك ومعجبه بيك وبحبك يا محمد. يا محمد في شعوب نضلت عشان تاخد حريتها من 50 سنة، يعني احنا لما هناخد حريتنا هيبقى عندي 75 سنة. يعني لما هنتجوز هيبقى شيء مضحك واحنا في السن ده. يا محمد انا بتعذب تعبان. لازم ما نشوفش بعض كده، ما نشوفش بعض خالص. ايه الحكاية؟ انت ضربتها؟ ايه؟ عرفت انك بتحب واحدة تانية؟ مين هي؟ مصر. مصر؟ انا عمري ما سمعت ان في واحدة اسمها مصر. مصر بلدنا. ايه يعني؟ ده انا المرحوم جوزي كان بيموت في دباديب مصر، لكن عمره ما قصر في حق. اطمن يا سي محمد وروق بالك كده، ويوم الاربعاء الجاي ان شاء الله هتلاقيها مستنياك. حضرتك طلبت ايه يا فندم؟ ايوه يا محمد، اتفضل اقعد. انا اصلي امبارح كنت بتعشى عند سفير ايطاليا، وكانت قاعده جنبي شابه مصريه بتتكلم فرنساوي بطلاقه. عظيم. فعلا عظيم. عشان كده اتفقت معاها ان ابعت لها محرر من عندنا عشان يعمل معاها حديث، واختارتك انت بالذات. انا بالذات؟ ايوه. ده العنوان، تسال عن حرم حسين باشا الاشمون. اسمع يا محمد، أنا غيرتي عليك مش السبب الوحيد لاعتراضي على مروحك لنجوى. أنا قلبي بيقول إنها عايز تنتقم منك. أنا مش ممكن أقف قدام مستقبلك، بس خليك عارف أنا مش هنام الليلة. كنت متأكدة إنك هتيجي رغم كل اللي حصل. طبعا اللي بينا مش ممكن ينقطع، مش كده ولا إيه؟ أنا مسافرة بكرة روما تاني، أصلي جيت عشان أشوف مامي لأنها عيانة، وعشان اشوفك طبعا. انا كمان اكيد كنت وحشاك، مش كده؟ ايه انا راجعه مصر بعد كام اسبوع، جوزي اتنقل مصر في منصب كبير في القصر الملكي، وطبعا هبقى فاضيه لك خالص، ما وريش حاجه غيرك يا عناي. مساء الخير. مين؟ زبيده؟ اهلا يا زبيده. الحمد لله على السلامه يا نجوى. الله يسلمك يا زبيدة، ايه المفاجأة دي؟ اصلي كنت عند مدام محمود بي اسعد، وقالت لي انك جيتي من السفر، فلغيت كل مواعيدي وجيت للجري. وانا كمان سعيدة جدا بالزيارة دي. لما السفراجي قابلني حب يدخل يقولك، قلت له لا ارجوك انا عايزة افاجئها بزيارتي، فقال لي ان عندك صحفي. الاستاذ محمد عبد الكريم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، ازي الصحة؟
الله يخليكي. يلا يا زبيده بقى عشان نشوف مامي قبل ما يجي لها الدكتور. يلا. انا اسفه قوي يا نجوى. ليه؟ اصل الدكتور منع علي اطلع السلالم لان قلبي بيوجعني لدرجه اني فكرت انقل اوضه نومي في البدرون. في البدرون؟ طبعا ما تتصوريش نوم البدرون اريح كتير من النوم فوق. المهم انا مش عايزه اعطلكوا. اتفضل يا استاذ محمد خد حديثك من نجوى. ولو اني من زمان نفسي اشوف صحفي وهو بيشتغل. شغلانه مثيره قوي. مثيره قوي. مثيره فعلا. بس بيتهيألي انه مسؤولياته ومشغولياته ما بتدلوش فرصه انه يحب ويتجوز. لا لا ازاي، بالعكس الحب ضروري جدا للصحفي والجواز بيخلي حياته مستقره جدا كده. طب تسمح لي يا استاذ محمد هسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. قوي. افرض انك قابلت ست جميلة جدا واغرتك بجمالها رغم انك بتحب، يا ترى تكون حبيبتك؟ مستحيل طبعا. اللي بيحب بصحيح بيجد لذة في الاخلاص. الاستاذ محمد جه عشان يسألني انا. لأنا احنا الاتنين عمالين نسأله. انا اسفة قوي يا نجوى، اصلي من زمان مشتاقة اقابل صحفي واسأله عن مهنته. معلش يا استاذ محمد الظاهر ان الوقت مش هيكفي للحديث. اصل عندي ميعاد مع الدكتور بتاع السنان. معلش فرصة تانية مرة تانية. طب مش تسلم؟ السلام عليكم. مع السلامة. استنى الطربوش. متشكر الطربوش. من الباب الوراني. نفسي يجي اليوم اللي تدخل فيه من الباب الكبير. مش مهم يكون باب عشا او باب اوضه فوق السطوح. هيجي اليوم ده قريب جدا، تاكدي انه هيجي. وان ما جاش هنفضل نتقابل في السر كده زي الحراميه. يا محمد انا نفسي امشي معاك في الشارع واحط ايدي في دراعك واسمع الناس بتقول دي مرات الصحفي محمد عبد الكريم. أنا بحس بالعار لما الناس بتقول دي مرات السفاح أو نباشا حافظ. لا يمكن ربنا هيتخلى عن حبنا أبدا يا زبيدة. يا رب يا محمد. ست نجوى أنا مستني. ودي اللي جابها دلوقتي. اهلا نجوى هانم، ايه المفاجأة دي؟ اهلا زبيدة هانم، اتفضلي. اوعى اكون ازعجتك. بالعكس ده انت شرفتي، اتفضلي. مالك يا نجوى؟ انا ضعت يا زبيدة. ضعت. بعد الشر، ايه الحكاية؟ الحب برضه قتلني قتلني. لازم حب جديد. بس الشاب اللي انا شفته عندك ما يقدرش يقتل فرخه. هو نفسه محمد عبد الكريم. انا جايه لك النهارده عشانه. عشانه؟ طب انا مالي وماله؟ انا حامل. ايه؟ حامل من محمد عبد الكريم. مش ممكن مش ممكن. امتى؟ ازاي ده حصل؟ انا المسؤولة عن كل اللي حصل. انا اللي رحت رب رجلي واغريت. واشمعنى انا اللي اخترتيني علشان تقولي الحكاية دي؟ انت الوحيدة يا زميلة اللي عارفة اللي بيني وبينك. انا محتاجة لحد يروح معي للدكتور بعد النادي اللي مرمل. وهو عارف؟ طبعا عارف. واتحايلت عليه وديني للدكتور. مرضيش. انا نجوى المنستر لي وسط ايديه ورجليه والوحمه السودا اللي في رجله برضه مرضيش. الوحمه؟ ايوه اصلا عنده وحمه سودا في فخده من فوق
يعني مالك يا زميلي؟ انت تعبانه ولا ايه؟ أنا رأيت الوسيلة اللي ممكن نحطم بيها المعارضة وزعيمها ونخليها تقع ولا تقوم لهاش قومة. احنا كلنا تحت أمر معاليك. عيوننا المنتشرة في كل مكان أكدت لي إنه زعيم بيحب واحدة من اسكندرية بتجيله مخصوص كل يوم خميس وتقابله في عوامتها قصاد النادي الأهلي. ودي مين دي يا فندم؟ تحريتنا أثبتت إنها من أسرة معروفة ومتعلمة وعلى خلق، لكن كل ده مش هيهمنا. إحنا بوسائلنا هنثبت للناس كلها عكس الكلام ده. وإيه هي وسائلنا يا فندم؟ سيدة العمشة. آه، اللي بتدير البيوت إياها. عاوز أقابلها النهاردة في البيت مش هنا عشان محدش يشوفها. Yeah.
يا سيدة هانم. هانم اللهم اجعله خير. أوامرك يا سعادة الأميرة لاي. اتفضل. مساعد عوني باشا بحاله في بيتي، ده ايه الشرف العظيم ده؟ اتفضل. أوامرك. في الحقيقة أنا جاي أطلب منك إن يكون في بينا نوع من التعاون. وطبعا عشان ينجح التعاون ده لازم يقوم على السرية الكاملة. سرية؟ أو ده أنا رأس مالي كله من السرية. هو أنا بشتغل غير في السرية؟ دول حتى مسميني ملكة السرية. طلباتك. عندي بنت بتاعت 16 سنة، إنما آخر حلاوة. وأنا نفسي تحت أمرك. لا 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 لا. أنا جايلك عشان أعاوني باشا حافظ، عايز يشوف وزير الداخلية؟ ده شرف عظيم. أنا عندي زبائن كبار، إنما وزراء في الحقيقة لسه. سعادة الوزير معجب بيكي جدا، بيقول إنك ممكن تقدمي خدمات عظيمة للدولة. وأحب أطمنك إن مش هيكون في بيننا وبين بعض خلاف بعد النهاردة. أنا تحت أمر عوني باشا في أي وقت. طيب هو مستنينا دلوقتي حالا في بيته. يا ربي، هي الرجالة دايما مستعجلة كده؟ طبعا إذنك لما أغير هدومي. ده أنا كنت فاكرك أكبر من كده بكتير يا هاني. ده أنت لسه شابة وحلوة، مع إن التقارير اللي بتجيلي عنك كانت بتصورك كست عجوزة وبشعة. عشان تعرف إن التقارير البوليس مش دايما مظبوطة. أنا هعمل القهوة بنفسي عشان ما نديش فرصة لحد من الخدامين يقطع حديثكم يا معالي الباشا. الحقيقة يا سيدة هانم، أنا فكرت فيكي بالذات علشان تقدمي أكبر خدمة للبلد. البلد كلها؟ يا لهوي، هو أنا عندي بنات يكفوا البلد؟ لا لا، دي خدمة بشكل تاني. أنا مستعد فضلك ال 53 محضر اللي بوليس الآداب حررها ضدك مقابل. مقابل كام يا باشا؟ لا لا، دي ما فيهاش فلوس. ها؟ ورقة هتمضي عليها. خير؟ أقر أنا سيدة عبد الحفيظ الشهيرة بسيدة العمشة إني أدير العوامة رقم 117 شارع الجزيرة أمام النادي الأهلي، وكلفت السيدة سميحة شريف أن تتولى إدارتها لحسابي. بس أنا معرفش العوامة دي ولا اللي اسمها سميحة شريف دي. من النهاردة بقيتي تعرفيهم. علاش هيوريكي العوامة وادي صورة الست علشان تحفظي اوصافها كويس. الله، شكلها حلو الست دي. لو كنت عارفها صحيح كنت شغلتها معايا. هي فين الست دي؟ لا لا، ده ملوش دخل بمهمتك. طب مش افهم بس ايه الحكاية؟ ده سر من اسرار الدولة. وال 53 قضية هنحفظهم بعد ما تقولي يا اخوالك دي قدام النيابة. طب وانا اضمني انكم هتنفذوا كلامكم يا باشا؟ دي كلمة شرف. لا مؤاخذة يا باشا، حكاية الشرف دي ملهاش لزوم. أنا كل معاملاتي كاش فوري، إنما عشان دي أول مرة أتقابل فيها مع وزير أنا ليها طلب صغير. عربون يعني؟ أمري. عاوزاك تنقل البكباشي محمد شداد وكيل الآداب لأسوان، وتعين بداله محمد أبو الفتوح. أصل واد ابن حظي وبحبوه. على عيني وراسي يا سيدة هاني. اتفضل. من النهاردة اعتبري نفسك صديقة عوني باشا حافظ. اي واحد يضايقك اتصلي فورا بهريش بيه. وانا مش هبعته اسوان، ده انا هدخله السجن. شكرا يا باشا. لما سألت مين الست دي قال لي دي مسألة خاصة بالسياسة العليا. بس سميه عرفت من السواق ان الست دي اسمها سيده العمشه،
وانها بتشغل البيوت البطاله. لكن ايه اللي يخلي وزير الداخليه يقابل واحده زي دي وفي بيته؟ ما قدرتش اعرف. لا قدرت اعرف حاجه عن الست دي ولا عن الخطه اللي حبس نفسه علشانها 5 ايام يعملها. كل اللي قاله لي انه شايلها في المكتب هنا علشان مش عايز حد من الوزاره يقراها. اسمعي زبيده، الخطه دي هتفيدنا في حاجات كتير جدا. انا هجيب لك طفاشه ومفاتيح نفتح درج مكتبه ونقراه ونرجعها له على طول. من ساعه ما وصلت من اسكندريه وانا خايفه، يمكن المره دي كمان ما تجيش زي الاسبوع اللي فات واللي قبله. انت عظيمه يا سمير. علشان بحبك يا حبيبي. ها احكي لي ايه اخبارك؟ اخبارك كويسه قوي. صليت الجمعه في الحسين وخرجوا الاهالي هتفوا بحياتي. البوليس ضرب المتظاهرين فهتفوا بسقوط رئيس الوزراء. البلد بخير يا سميحه. انا بسالك عن اخبارك انت. اخر مره شفتك فيها كان عندك حراره ولسه الاجهاد باين عليك. انت محتاج للراحه. ارتاح ازاي والبلد تعبانه؟ السجون مليانه بالمظلومين، بيوت المعارضه بتتفتش كل يوم، الازمه الاقتصاديه بتزيد. انا قلبي حاسس ان الظلام ده هيروح وان الدنيا هتضحك لنا تاني من جديد. انا مؤمن بالله ومؤمن بان الشعب هينتصر. بكره ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه لما البلد يستقل وتبقي مراتي. مراتك؟ سميحة أنا آسف مضطر أمشي دلوقتي، موعد اجتماع زعماء المعارضة قرب. موجودين في البيت. ما تخافيش، ربنا يستر. المهم بعد ما توصليني المكتب خلي ثانية تقف في البلكونة تراقب الجو. حاضر. أوراق مهمة عاوزها. وليه ما بعتش حد يجي ياخد لك الأوراق دي؟ علشان مش عارف حد يشوف. دي الخطة اللي كلمتك عنها. طب هتاخدها ليه؟ ما هنا في أمان أكتر. علشان نحتاج لها فورا. لقيتها؟ طبعا لقيتها. يعني هتروح منك فين؟ ما تخليني أقراها. أنت مجنونة؟ ده أنا أخزنت بشرفي إن محدش يقراها. السلام عليكم. مع
السلامة. مع ألف سلامة. إيه تاني رايح فين؟ إيه اللي رايح فين؟ جلالة الملك طلب حضوري بسرعة وبالبدلة العادية علشان اطلعوا على تفاصيل الخطة. تعرفي الخطة دي هتطير اتنين، زعيم المعارضة ورئيس الحكومة. طب رئيس الحكومة ليه كمان؟ خلاص رئاسة الحكومة بقت في جيبي، بعدين اقولك على كل حاجة. السلام عليكم. مع السلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة. قدرت تقرأ الخطة؟ قصد المؤامرة دي؟ القصد طبعا هو تلطيخ سمعة زعيم المعارضة واتهام الست الشريفة اللي بيحبها وهيخطبها. أنا يا فندم شفت بنفس الخطة اللي عاملاها الحكومة بالاشتراك مع الملك. قريتها بعينك؟ أيوه طبعا. بتقول إيه الخطة دي؟ بتقول إن الست دي واسمها سميحة شريف بتيجي من اسكندرية كل يوم خميس عشان تقابل الزعيم. فين؟ في العوامة بتاعتها قصاد النادي الأهلي. فعوني حافظ اتفق مع سيدة العمشة بتاعت البيوت السرية؟ أيوة طبعا، ما هي دي أساليبه. جابها كتبها إقرار إنها صاحبة العوامة ديت وإنها كلفت سميحة شريف إنها تديرها لحسابها. الأندال. وبعدين طبعا يعملوا كبسة على العوامة والزعيم هناك والعمشة تشهد. بالظبط يا فندم، ومتفقين مع مصوري الصحف عشان يصوروا الزعيم ساعة القبض عليه. وتبقى واحدة من اتنين، يا اما الزعيم يكتب اقرار باعتزال السياسه او تحال القضيه كلها للقضاء. ده اسلوب قطاع طرق، احنا لازم نعمل حاجه بسرعه شويه. يا باهر تعالى معايا. انا بشر ومن حقي اني احب زي كل الناس ما بتحب، وعلاقتي بسميحة هانم علاقة شرف، واحنا متأكدين من أخلاقها، لكن الحكومة عايزة تسوق لك كذبة حقيرة علشان تسوق سمعتها. أنا لا يمكن أتخلى عن واحدة حبيتها علشان مؤامرة قذرة. ومن حقك يا باشا إنك تضحي بسمعتك لو كنت شخص عادي، لكن أنت زعيم الأمة وسمعتك هي سمعة الأمة. إحنا مستعدين يا باشا نروح نعتذر لها باسمك. لا لا لا، أنا لازم أروح بنفسي، مقدرش اسيبها لوحدها وانا عارف ان البوليس هيهاجم العوامة. تمام يا فندم. ممكن نعرف مين المجرم الخطير ده؟ اصبر، كلها نص ساعة ويدخل العوامة دي. لا يمكن نسيبك تنزل دلوقتي يا باشا. مفيش قوة تمنعني من اني انزل، انا امنعك بالقوة يا باشا. ولا اديش الفرصة لخصومك انهم يلوثوك. انت اتجننت يا باهر؟ تهددني بالمسدس؟ مضطر يا باشا، لو خرجت دلوقتي هقتلك وقت نفسي.
اللي هو تنصرف. حاضر يا فندم. الو ايوه. ايه؟ ازاي ده؟ ده كان لازم يروح، كان لازم. معنى كده انه الخطه فشلت. ما يعرفش دولة الزعيم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ما عندناش خبر من دولتك في اسكندريه. انا وصلت في اول قطر امن الصبح من القاهره لاسكندريه، والحقيقه انا ما عنديش وقت للمقدمات. اتفضل يا فندم، اتفضل. انا جيت يا شريف بيه علشان اطلب ايد اختك الست سميحه. ده شرف عظيم لأسر شريف كلها يا دولة الباشا. إذا اتفقنا، بس إذا سمحت أسألها الأول لأنها سبق رفضت الجواز من خطاب كتير قبل كده. طبعا لازم أسألها، وتقول لها كمان إن عقد القران هيكون إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، يعني بعد 5 أيام. بس سميحة ساكنة في سان ستيفانو، يعني في ساعة رايح جاي. كلمها في التليفون، أنا منتظر هنا. أمرك يا دولة الباشا. الو، في حاجه يا شريف؟ دولة الزعيم حد في البيت وطالب ايدك مني، وعاوز يكتب الكتاب الخميس الجاي. سميح مالك سكت ليه؟ بفكر. ودي حاجه عايز تفكيرها. هترفضي طبعا. طبعا موافقه، بس قول له اني دايما عندي ميعاد مهم يوم الخميس، وبطلب التأجيل عشان اقدر اروح معادي. انت جننتي؟ ازاي اقول لراجل عظيم زي ده انك ما تقدرش تتجوزي يوم الخميس عشان حضرتك مرتبطه بميعاد تاني؟ خليني اقول له الكلام ده بنفسي. معاكي حق يا سميح، ما دمت مرتبطه بموعد هام فيجب اني احترم الموعد الهام. أنا لما بدي ميعاد وما حافظش عليه بشعر إن أنا أتعس إنسان في العالم. أتعس إنسان فعلا. معاكي حق. معاكي حق يا سلمى. مع السلامة. أنت عارف يا عليش إني ما أعرفش الفشل بسهولة. إحنا تحت أمر معاليك يا فندم. تعرف تصور لي سميحة شريف شوية صور وهي في حومتها؟ تلميذ معاليك يا فندم. وتسيبوا الصور دي تتسرب بطريقة طبيعية لرجالة الحزب. ساعتها هقدر اضرب انا ضربتي التانية اللي تخلص على سمعة الزعيم وخطيبته. سميحة هانم شريف. ايوه هي صورها جوه العوامة. لكن ازاي ده حصل؟ عمرها ما قالت لي انه في حد صورها في العوامة. ده مفيش حد بيروح هناك غيري. لا يا باشا، في كتير. واللي صور الصور ديت مجموعة من شبان النادي الأهلي، أنا مستعد أجيبهم يحكوا لك على كل حاجة. أنت بتقول إيه؟ يا باشا
الست اللي بتكون حبيبها بتكون راجل واحد، لكن ما يكون حبيبها ده زعيم الأمة تبقى بتكون الملايين، بتكون مصر بحالها. يا راجل ما قالتليش لحد صورها. الصور دي ما خدهاش مصور واحد، لاحظ فساتينها اشي صيفي واشي شتوي، يعني اتعملت في جميع اوقات السنة. حلوة قوي مدام سميحة. صحيح يا مدام مارجو. بكرة الناس كبار تشوفك تيجي مبسوطين منك كتير. احنا عاملين حفلة صغيرة خالص، الزعيم هو اللي طلب كده، مش اكتر من 10 تنفار. واحد بيقول ان اسمه درويش باشا جاي من طرف دولة الزعيم. درويش باشا، غريبة. طب قولي له ان انا نازلة حالا. حاضر. خير يا باشا. الحقيقة دولة الزعيم كلفني أحمل لعصمتك تحيته واحترامه. متشكرة. وإيه كمان؟ دولة الباشا يعني بيبلغك يعني أسفه الشديد. أسفه؟ على إيه؟ لأنه يعني مضطر إنه يفسخ الخطبة. مش فاهم. قلت إيه يا باشا؟ الباشا آسف لأنه مضطر إنه يفسخ الخطبة. سميحة الشريف أصبحت في نظر الناس سميحة بلا شرف. ذنبها إيه عايز أعرف؟ ذنبها إن الراجل اللي حبته الملايين اختارها هي علشان يحبها. لكن مين اللي ورا حملة التشهير دي؟ مفيش غيره، عوني حافظ. لكن سميحة غلطانة، غلطانة لأنها أخذت موقف سلبي. سكوتها هو اللي شجع الجبن ينهشوا في عرضها. مش ممكن نكسب معركة بالتراجع، عشان نكسب لازم نهاجم. كان لازم سميحة تقتحم كل الأبواب لحد ما توصل للزعيم وتثبت له إنها بريئة. حتى ما صدقهاش من واجب المظلوم إنه يصرخ يزعق يقلق الظلمة. سميحة الشريف دي ممكن تكون أنت، ممكن تكون أنا، ممكن تكون أي إنسان بريء مظلوم في أي مكان. احنا لازم نقف جنبها. صحيح هنبقى 3 في مواجهة الملايين، لكن بكرة نبقى 4 و5 و10 و1000 ومليون. دفاعك عن سميحة شريف دفاع عظيم، لكن للأسف القضية خسرة. يا فندم احنا واجبنا اننا ندافع عن الحق، وانا متأكد من براءة سميحة شريف. امبارح كنا في سرايا درويش باشا وكان موجود عدد كبير من الأعضاء وكلهم بيؤكدوا عدم براءتها. نشر دفاعك ده يخلق حالة توتر بين الزعيم والأعضاء ويدي فرصة للحكومة للقضاء على المعارضة. لكن أنا أعتقد إن براءة إنسانة مظلومة فوق كل اعتبار. لا يا محمد، السياسة مش كده، وأنت لسه شاب، مش ممكن يكون حكمك مظبوط في حالة خطيرة زي دي. يا فندم أرجوك إنه أنا آسف يا محمد، أنا اللي أرجوك، ما تفتحش الموضوع ده تاني مرة. بيت عون باشا حافظ وزي العالم، دخل من الباب الوراني وقعد ساعه وخرج من الباب الوراني كمان. وحرس الوزاره شافوه؟ طبعا يا ست هانم، وكل مره بيشوفوه بيضربوا له سلام كمان. طيب حضر لي العربيه يا استاذ. حضر. ما شاء الله يا نجوى، ما شاء الله، ده انت كبرتي. بقالي 10 سنين ما شفتكيش. زمان وانت صغيره يا ما قعدتك على رجلي دول وبوستك. كنت لسه صغيره يا عم. دلوقتي مش من حقي ابوسك، جوزك يزعل وانا ما بحبش ازعله، خصوصا بعد الاخبار العظيمه اللي قلتها لي عنه. بس الحقيقه يا عمي ان كل الجهد اللي بيبذله جوزي عشان يوفق بين القصر والشعب بيروح حاضر. ازاي؟ في عضو في حزبكم على اتصال سري بالوزاره وبيكشف لهم كل اللي بيدور في الحزب من خطط. في الحزب عندنا؟ مش ممكن. لا ممكن. تعرف يا عم المثل الشعبي اللي بيقول دود المشي منه فيه؟ اهو الدود ده بقى موجود عندكم.
ممكن اعرف مين هو؟ لا ما اقدرش اقول اكتر من كده. الاخبار دي انا عرفتها عن طريق جودي وخلاص ننطرد من وظيفته. يا نجوى انت بتقدمي خدمه للبلد، ممكن اعرف اسم المجرم ده مين؟ اقسم لك ان مفيش حد هيعرف ابدا مين المصدر. قول يا نجوى انت بنتي والبنت ما تخبيش حاجه عن ابوها. بالعكس البنات دايما يخبوا اسرارهم عن ابهاتهم، لكن ما يقدروش يخبوها عن حبايبهم. عندك حق، عندك حق. انا سعيد جدا بهذه الثقه. انا عايز اقابلك بعيد عن هنا انت وفي اقرب فرصه. ما تستعجلش يا زود. ما استعجلش ازاي؟ يا الوقت اتاخر قوي، انا لازم اروح. باي باي. استني، ما قلتليش على الراجل اللي بيوقع ما بين القصر والحزب. انت راجل خطير، خليتني اقول لك على اسرار خطير. ايوه مين هو ده؟ محرر في جريده الجهاد. اسمه ايه؟ اسمه نسيت. على كل حال هو بيروح كل يوم اربع الساعه 5 بعد الظهر لبيت عوني باشا حافظ وزير الداخليه. ايوه، وبيدخل من الباب اللي وراني، باب الخدامين. كل يوم اربع الساعه 5 بعد الظهر؟ تصور، كل يوم اربع الساعه 5 بعد الظهر. باي باي يا جودو. مجرم الندل. الله، استني. اتفضل يا معالي الباشا. اتفضلي. سكنك جنب عوني حافظ هو اللي جايب لك الدوشه دي. يا فندم انا في خدمتكم. الاستاذ عبد العزيز عضو بارز في الحزب معانا. انا تحت امركم. استاذن انا يا معالي الباشا عشان تبقوا على راحتكم. اتفضل. أنست وشرفت يا معالي الباشا، أنست وشرفت، أنست وشرفت. وصل. حسن، صور بسرعة، صور كتير يا حسن لغاية ما يدخل. من الزعيم انه يجمع مجلس ادارة الحزب وقدم لهم الصور وانسفه. اي خدمة تانية يا باشا؟ لا يا حسن، تقدر تروح انت عشان تحمض الصور بسرعة. امرك يا باشا. مع السلامة. ايه ده؟ القهوة يا معالي الباشا. متشكر متشكر. اي خدمة؟ لا اتفضل انت شوية عن اذنك. تعالي بقى يا نوجة نحتفل بأفكارك المدهشة دي. هنحتفل فين؟ في شاليه في الهرم، كلفني كتير قوي عشان خاطرك. أنا وعدتك إن الاحتفال هيكون بعد ما يصدر القرار بفصل المجرم ده. طب آخد حاجة على الحساب. الحساب كله هدفعه مرة واحدة. بس شد حيلك أنت ونفذ الشروط. باي باي يا دودو. اي خدمة يا باشا؟ ها؟ لا متشكر. القهوة يا معالي الباشا. اشربها انت. انا لسه شرفت يا معالي الباشا. اجتمع مجلس ادارة الحزب برئاسة الزعيم وقرر فصل محمد عبد الكريم فورا من عمله في جريدة الجهاد وتحريم دخوله بيت الامة او النادي السعدي، واختار جميع لجان الحزب بهذا القرار واسبابه، ومنع اي جريدة او مجلة من صحف الحزب ان تستخدمه في اي عمل من الاعمال، وحرمانه من اي مكافأة او من قبض مرتبه ومستحقاته. انا اللي حاولت اقتل عوني حافظ واتهم، ومن مين؟ من احب الناس ليا، لاني خاين وجاسوس وبني الاسرار الحزب. وقال ايه كمان؟ خدوا لي صور وانا بسلم التقارير السريه باليد لعوني حافظ. حكموا عليا بالاعدام من غير ما يدوني فرصه الدفاع عن نفسي. لكن الظلم سد حنجرتي. عايز اضرب واكسر، لكن الظلم خلاني من غير دراعين. محمد، انا لومت سميحه شريف لانها كانت سلبيه وما دفعتش عن حبها. انا مش ممكن اسكت، انا لازم اقول الحقيقه، لازم اقول انك بتخش بيت عوني حافظ علشاني انا.
ايوه عشان تبقى فضحتك على كل لسان. انا ما يهمنيش الفضيحه، كل اللي يهمني انت يا محمد، مستعده اضحك كل حاجه علشانك. وانا لا يمكن اشتري براءتي بفضيحه الانسان اللي حبيتني وانقذت حياتي وخبت المسدس اللي كنت حاقتل بيه جوزها وساعدتني اني احصل على الوثائق. تبقى نداله لو كفيتك على حبك بفضحتك. الزعيم كان بيصلي الجمعه اللي فاتت وختم صلاته وهو بيدعي: اللهم انتقم من الظالمين، اللهم زلزل الارض تحت اقدام الطغاه، اللهم ارحمنا من هذا الليل يا ارحم الراحمين. العافية يا عافيك يا حبيبي. مالك يا محمد؟ ما تحملش الهم يا ابني، ربنا موجود. النهارده انا بعت للحاج رمضان علشان يشوف السرير النحاس بتاعه ويشتريه. سرير ايه ياما بس؟ والسرير ده يعني هنجيب ايه؟ ثم انت هتنامي على الارض؟ يمكن ما تصدقنيش يا ضنايا لو قلت لك ان الرطوبه اللي ماسكه في ظهري دي ما جتنيش الا من نومتي على السرير. الظاهر ان الفقراء اللي زي حالتنا ما بيرتاحوش الا على الارض. ايه ده؟ ده ابوك. العيال الله يجازي شطانهم مش عاوزين يسيبوه في حاله ابدا. طب وانت ليه يا اما سبتيه يخرج لوحده؟ وهو بينطق ولا بيقول رايح فين حتى؟ بس يا فرشة امشي امشي يا واد الشغولة، يلا من هنا. اهدى، تعالى تعالى يا ابو محمد، تعالى تعالى تعالى. لهم ليه يا ابا؟ سكت لهم ليه؟ رد عليا يا ابا، انا ما بستحملش سكاتك ده، ما بستحملوش. مش كده مش كده يا محمد، الله سيبه بقى سيبه، ده ربنا هو الشافي يا ابني. خد اشرب يا ابو محمد اشرب. ايه ده؟ مين ده كمان؟ النص حنفي يا عبد الكريم. مين عايزه؟ تعالى يا ابو، رايحين فين؟ ايه الحكايه؟ عندنا شكوى من سكان الحي انه مجنون وخطر عليهم. حرام عليكم، هو مين كان خالص؟ خليك انت يا ماما عبوي، خليك يا ماما. طب لحظه، انا مستعد اخده واجيبه معايا ونروح سوا للدكتور يكشف عليه. يا فندم دي اوامر عليك. هتعملوا ايه؟ لحظه واحده، لحظه واحده، خليكوا لا خليكوا يا ماما. Thank you.
الخير. صباح النور يا ست هان. أنا عايزة أبو محمد. ابني محمد. حاضر، عن إذنك لحظة واحدة. أنا اسمي زبيدة. عاشت الأسامي يا ست هان. عايزاني أنا؟ أيوه، وبتقول اسمها زبيدة. زبيدة؟ طب خليها تفضل. تتفضل؟ واحنا حاجة فين يا ابني؟ ده احنا ما عندناش ولا كرسي سليم. معلش، هي عارفة حالتنا. قهوة المعلم وهدان، استلف منه كرسيين وفنجانين قهوة وشوية بن. أهلا أهلا وسهلا. محمد. أهلا يا زبيدة. أمي. لا يا ست هان، وأمي أنا كمان. تصوري عايزة تروح تستلف كراسي من القهوة نظيفة عشان نقعد عليها؟ أنا أقعد على الأرض ما دام معاك يا محمد. كل يوم بستناك وما بتجيش. انا بهرب من نفسي يا سبيدة. انت ما بقتش محمد اللي اعرفه. عندك حق، انا بقيت محمد المهزوم المظلوم. انا خلاص فقدت كل رغبة في الصراع. كنت بعتبره ملكي، كل انسان فيها كنت بعتبره اخويا او ابويا. الوطن قيمته بان الانسان يحس فيه بالحب بالعداله بالحمايه، انما لما كل ده يضيع الانسان يحس فيه بالغربه. عشان كده قررت اسافر بعيد.
سيبني يا محمد. اقسم لك اني مش ممكن حاجه تفرق بيننا الا الموت. انا هسيب امي في رعايتك. انت عارفه انا بحب امي قد ايه. عاوزك تديها كل شهر اي حاجه تصرف منها على نفسها وتدفع مصاريف المستشفى لابويا لحد ما تحصلني. وانا يا محمد. وانت هتحصليني. وحياتك كسبيت. هفضل مستنيكي كل لحظه. أنا جاية لك يا باشا مش كزعيم للمعارضة ولا لأنك قسم الجوز. أنا جاية لك كإنسان. دولتك أصدرت قرار بفصل محمد عبد الكريم لأنه بيدخل كل يوم بيت وزير الداخلية. أيوه، وفي أعضاء من الحزب شافوه بعينيهم وهو بيدخل بيتكم وصوروه. أنا حققت في المسألة دي بنفسي. أنا قاضي يا هانم قبل ما أكون رئيس حزب. محمد عبد الكريم ما بيجيش علشان يقدم تقارير، بيجي علشان يقابلني لاني بحبه. انا عارفه انك بتحتقرني لاني زوجه خاينه لجوزها، والزوجه الخاينه ما بيتاخدش بشهادتها. لكن انا شفت من واجبي اني لازم اقول الحقيقه. ايوه، بس لما اتسال ما قالش حاجه من دي لانه مرضيش يفضحني وفضل انه يفضح نفسه. انا مستعده دلوقتي اكتب لك اني حبيبه محمد عبد الكريم، ومن حقكم تستعملوا الاعتراف ده ضد جوزي لانه هو بيحاربكم باحقر الاسلحه. لا يا بنتي، انا ارفض انك تكتبي الكلام ده. انا مش ممكن الوس ايدي باستعمال نفس الاسلحه اللي بيستعملها خصومي. محمد عبد الكريم اللي حكمت عليه بالاعدام يا باشا ارتكب جريمه واحده، انه حاول يدافع عن سميحة شريف اللي انت بتحبها. جريمته انه قدر يعرف ان كل الاتهامات اللي اتقالت عن سميحة شريف اكاذيب لفقها جوزي، وان الصور اللي اتقدمت لك صورها واحد من رجالته قدر يتنكر ويشتغل في العوامة بتاعت سميحة هانم. جوزي اعترف لي بكده لانه قدر يسرب الصور علشان توصل لحزبك. أنا رحت لسميحة هانم وحكيت لها على كل حاجة علشان تيجي تقابل دولتك، ولكن ما رضيتش. مستحيل مستحيل. الحقيقة في الزمن ده هي اللي بقت مستحيلة. قتلوها وقتلوني معاها، ودلوقتي بيقتلوا شاب بريء آمن بيك وبيها. أنا هلغي القرار. أنا مش ممكن أظلم بريء. أنا هبعت له يجي قابلني، وهعتذر له بنفسي، وهرجع له اعتباره. أنا متشكرة أوي يا باشا، بس أرجوك ما تقولش إني جيت هنا لأني وعدت محمد ما أعملش كده. مع السلامة يا بنتي.
الاستاذ محمد عبد الكريم الصحفي؟ ايوه هو. طيب لو سمحت قول له سكرتير الزعيم. تصور الطغاة أن موت محمد عبد الكريم هو نهاية الكفاح ونهاية المطالبين بالخلاص من جحيم عذابهم وسياط جبروتهم، وظنوا أنه بمقدرتهم طمس الحقائق، وأن الحياة بعد ذلك أصبحت لقمة سائغة في أفواههم. ولكن دماء الذين استشهدوا من أجل أن تعيش الحقيقة